بونجور ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ كيفك انت؟ مشكور الله، الحمد لله. شو عنا اليوم شيف؟ اليوم حنعمل مطبخ كثير مشهور بمنطقة الخليج، حتى في كثير مطاعم بالخليج منه موجودة، هو مطعم المطبخ الإيراني. اوكي. من المطابخ كثير عريقة قديمة، عمرها سنين يعني، والأكل تبعهم كثير بيشبه الأكل اللي نحن بنحبه. فحنعمل كم طبق، حنعمل وحدة بسموها بامية، بسموها بالإيران بامية، بس هي الزلابية اللي نعرفها. حلو هي. ايه حلو. اوكي. حنعمل طبق بالدجاج مع الزرشك اللي هو البربريز، اللي هو نوع من التوت البربري، بيجي حامض حلو. اوكي. بحطوه كمان على الرز يمكن. ايه في عندهم كذا نوع رز، غير الرز الابيض. عندهم الرز بالزرشك، وعندهم رز بالفول والشبت الشومر. فعندهم على طول الرز ملون بيكون، اكيد بنص الزعفران اللي بيستعملوا كثير. وحنعمل ميت بولز، كفته اسمها كفته برنجي، برنجي يعني هو بالرز. وحنعملهم هلا يعني وندوهم اكيد لنشوف الطعمات قد بتشبه مطبخنا بطريقه او باخرى. اوكي. حنبلش اول شيء بالحلول لما نعمل عجينه ونبردها. يلا. بنقدر نخلط معها بعدين بيض. حناخذ كسرول اول شيء نحضر القطر. اوكي. ليه ما نبرد العجينه؟ لما نحط فيها بيض هذا البيض ما فينا نحطه هي العجينه سخنه بينطبخ، بدنا نبردها شوي بعدين نخلط معها البيض. اوكي. وبعدين بدنا نقليها. هاي العجينة اللي عم نعملها هلا تشبه كثير عجينة الباتاشو، اما الاكلير تقريبا نفس الشيء، حتى باسبانيا في شيء بيشبهها اللي هو الشورس، ما عملناها كمان. نفس العجينة، طحين، مي، زبدة، بيض بالاخر، بعدين تنقلب بالزيت وبنحط عليها سكر. هاي حنحط لها قطر مع زعفران. اوكي. حنحط معها شوية سكر للقطر اكيد. القطر كيف بنعمل؟ سكر ومي وبعدين اذا بدنا نعمل قطر سميك شو بنعمل؟ منزيد السكر. ايه. ومنتعوق لنحط الحامض، صح؟ ايه بس بنحط مي اقل. ايه مي اقل طبعا. اذا منزيد السكر بيكون مرتين سكر مره مي، اذا قطر عادي بيكون مره سكر مره مي.